بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الرابعة في فنادق. محاضرتنا اليوم هي 18 بعنوان الآثار الإيجابية لانفتاح الإعلام السياحي. رح نجي نتطرق على الآثار الإيجابية ومنها، وأولا الآثار الإيجابية لانفتاح الإعلام السياحي هو تحرير القطاع السياحي من القيود المفروض عليه لحتى ينعكس إيجابا على كفاءته ويقوم بإصلاح هياكل المؤسسات السياحية حتى تقدم خدماتها الشاملة. نقطة ثانية، خلق فرص للانطلاق نحو أسواق خارجية وتدعيم التواجد للتسويق السياحي بالخارج مع خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة. ثلاثة، خلق التكيف مع متطلبات المنافسة على مستوى الكفاءات والتكاليف وزيادة كفاءة فعالية الأسواق المحلية السياحية حتى ترفع من مستوى الخدمات بها. أربعة، تخلق زيادة مصداقية الدول أمام المستثمرين الأجانب وتهيئ لهم المناخ المناسب حتى يجذبون الاستثمارات الأجنبية، تكون هناك مصداقية مرتبطة بثقة الدولة بالسياحة وخدماتها وتسهيلاتها المختلفة والكفاءات البشرية العالية. خمسة، خلق فرص للاستفادة من رؤوس الأموال المهاجرة اللي راح تشعر بالمزيد من الاطمئنان خلال الانفتاح العالمي. هسه نتطرق إلى المخاطر المرتبطة بانفتاح الإعلام السياحي. مثل ما عندنا إيجابي عندنا هسه الحالة المعكوسة السلبية. مثلما الإعلام السياحي أثر إيجابي في الترويح السياحي، فإنه قد يتحول لوسيلة مدمرة للسياحة من خلال طريقتين. الأولى، إعلام البلد نفسه يكون مدمر للسياحة لما يكون مخادع، لا يوافق الحقيقة ويبالغ بإظهار التسهيلات والمرافق والأسعار المنخفضة وجودة الخدمة وفرق العمل السياحي والأدلاء السياحيون حتى يجذبون أكبر عدد ممكن من السياح، حتى يخلق عنده صورة ذهنية إيجابية وهمية تتحول إلى ردود أفعال سلبية عند رؤية الواقع، وذلك من خلال عدم تكرار زيارتهم للبلد بعد مرة أخرى وتحريض الأصدقاء على ذلك أو مقاضاة إعلامهم أمام محاكم الدولة بتهمة الغش والخداع. الطريقة الثانية هي إعلام الآخرين، وهذا الجانب الخطر على السياحة يكون مدمر إلها، هو إعلام الآخرين متمثل في دول تتصف علاقاتها بالبرود أو التوتر اتجاه البلد موضع الحديث، فتستخدم الدولة القوية وسائل إعلامها المختلفة وأدوات الترويج المضاد للتأثير سلبا على السياحة في ذلك البلد. ومن هاي الأساليب، أول شيء أسلوب المباشر، والثاني الوقوف وراء عمليات إرهابية تستهدف سياحة الأجانب، وبعدين يستخدمون أسلوب غير مباشر كأن تحذر رعاياها في الدول الأخرى، تستخدم تفوقها الإعلامي من عمليات إرهابية تستهدفهم تطلب منهم مغادرة البلد على الفور. طلبتنا الأعزاء، تم الآن انتهاء ملخص المحاضرة ورح نقوم بعرضها بعد محاضرتنا وحسب الجدول الإلكتروني عبر تطبيق جوجل ميت، وشكرا للإصغاء.